السلام عليكم متابعي الأوفياء، مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى يا ربي يلقاكم على خير وبخير في أحسن الأحوال كيف ما كتشوفوا من المقادير اللي قدامكم. اليوم نحضر واحد العصير رائع جدا ومنعش، يصلح في هذه الحرارة، هذه كيبرد العطش والمذاق ديالو هائل جدا. كنتمنى تجربوه يا ربي. عصير طبيعي ورخيص، ما فيه حتى شي مواد إضافية، كنتمنى يعجبكم. وعلى بركة الله نبداو الوصفة. اول حاجه كيف ما شفتوا حكينا الليمونه، حيدنا القشور ديالها، من بعد كندوزو نحيدو لها هاد الجلده البيضاء اللي عندها حتى كتبقى لنا على هاد الشكل هذا. مباشره كنقطعوها صغيره على هاد الشكل هذا، كنضيفو عليها ديك القشور ديالها اللي كنا حكيناهم من قبل. من بعد كنضيفو عليها الوريقات ديال النعناع. هاد الكميه انا عطاتني يطر وربع، تقدر تعطيكم تايتر ونص، ولا بغيتو ضعفوا المقادير كتعطيكم جوج يتر ونص على هذا الشكل هذا. كنضيفوا شويه ديال الماء غير في الاول غير باش كتطحن معنا المقادير مزيان. من بعد كنزيدوا عليها السكر كيف ما كتشوفوا. كنتمنى تكملوا الفيديو من الاول حتى الاخر، باش انا كنحاول في هذا المونتاج نخلي لكم غير اللقطات اللي مهمين باش ما يجيكمش الفيديو طويل، يعني 3 دقائق تبارك الله كافيه. كنتمنى تشاهدوها من الاول حتى الاخر. كيف ما كتشوفوا كنطحنوه على هذا الشكل هذا. ما شاء الله اللون ديالو كيجي معتبر، ما كنضطروا نضيفوا له لا ملونات ولا اي اضافات، نخليوه طبيعي. وكنعمل لكم هنايا المقارنه بينه وبين العصير اللي كنشريوه 7 اب ولا شويبس ديال الليمون والنعناع. وهذا العصير معروف امريكا اللاتينيه في اسبانيا كيسميوه موخيتو. هنا كنعاودو نصفيو العصير ديالنا، كنحيدو منه ديك الشوائب، ومن بعد كنحيدو منه ديك الرغوه، وكنضيفو له مكعبات ثلجيه، وكنقدموه بصحه والراحه وخالي من المواد الحافظه، وما كيأثرناش على الصحه ديالنا بحال المشروبات الغازيه الاخرى. وهذا تقدر تعملوه بالماء طبيعي ولا تعملوه بالماء غازي، انا فضلت نعمله بالماء طبيعي وكيجي تبارك الله المذاق ديالو هائل. كنتمنى تجربوه وتعجبكم الفكره اليوم، وكنطلب منكم تشتركوا في القناه الا كنتم مازال ما اشتركتوش، وما تنسونيش دائما من جيم، وشاركوا القناه مع الاصدقاء ديالكم والاحباب ديالكم. الى فيديو اخر ان شاء الله، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.